ربما لا يمكن الابتعاد عن هذه التطورات الميدانية عن ما يجري في القمة. يعني اسمح لي أن أنقل لك بعض التصريحات اليوم حين يقول وزير المالية الإسرائيلي بأنه هناك توجيه بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. قبلها وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث عن أنه لا يعتقد بإمكانية إقامة دولة فلسطينية وأنه أمر غير واقعي. أمام هكذا حكومة، سواء ما تقوم به داخل قطاع غزة من هذا الوجود العسكري الكبير داخل قطاع غزة وهذه المخططات اليوم في الضفة الغربية، هل يمكن لقمة كهذه أن تواجه كذا مخططات، وكيف ستكون الخطوات مترجمة على الأرض لمواجهة كل هذه المخططات؟ يعني أولا الحقيقة سموتريتش اللي هو وزير المالية الإسرائيلي وكذلك وزير الخارجية معروفين بأنهم الحقيقة من جناح المتطرف الذي يؤمن بيهودة وسامرة، ونضيف لهم بن غفير ونتنياهو نفسه. الحقيقة يعني نتنياهو يباهي بأنه عمل على عدم قيام الدولة الفلسطينية. لذلك يعني هذه النماذج ينبغي أن تقنع العالم بأنه لن يكون هناك سلام طالما هذه العقلية تحكم إسرائيل. ما في حل إلا بقيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وهؤلاء الحقيقة واليمين الإسرائيلي بدأ يتعزز للأسف، يعني يمكن حتى بعد غزوة حماس في 7 أكتوبر، هذه أدت إلى أن يتعزز اليمين المتطرف. نعم. لذلك أنا أعتقد الآن على العالمين العربي والإسلامي وأصدقائهم بأن يعملوا جهدا واحدا وأساسيا قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وهو الحقيقة حل يعني تبنته الجامعة العربية في قمة بيروت عام 2002، وهو بالأساس مبادرة سعودية الحقيقة، والسعودية إلى اليوم تدعو له وتربط التطبيع أو الاعتراف بإسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية. هذا الحقيقة يتطلب أن الكل يقف هذا الموقف، وهو أنه لن يكون هناك سلام مع إسرائيل إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو. الرئيس الأمريكي المنتخب والذي سيدخل إلى البيت الأبيض بعد تقريبا 2 شهر إلى هذا السلام في ولايته السابقة. اليوم سموتريتش يقول نريد اعتراف إدارة ترامب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وبالتالي ما المتوقع من هذه الإدارة؟ هل كان هناك فرط في التفاؤل من أن هذه الإدارة ربما سيتغير إدارة ترامب الحالية عن إدارته السابقة فيما يتعلق بالقضية؟ إذا قسنا على الماضي الحقيقة ترامب ليس إيجابيا. صحيح. ترامب الحقيقة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأيضا اعترف بضم الجولان وتساهل مع التوسع الاستيطاني، لذلك هو سلبي. إنما ترامب خلال فترة حملته ادعى بأنه يريد أن يحل مشاكل العالم وأنه لن يكون هناك حروب وإلى آخره. طبعا هذا يتطلب مثل ما قلنا قبل قليل أن يكون هناك وحدة موقف من جميع الدول العربية والإسلامية بما في ذلك الذين اعترفوا بإسرائيل، وأيضا الدول الصديقة بأن تضغط على ترامب وعلى الدول الأوروبية الفاعلة مثل بريطانيا بأن تجبر إسرائيل على أن ترى الواقع كما ينبغي أن تراه الدول العاقلة وليس الحقيقة المتطرفين والمتشددين. إذا عند الإسرائيلي كيف ستكون أدوات الضغط من قبل، يعني أنت تقول بأنك لمست هذا الموقف الموحد اليوم في هذه القمة العربية الإسلامية. أولا سأسألك عن هذه المؤشرات التي دعتك إلى القول بأن هناك موقف موحد، أما فيما يتعلق بالضغط هذه الدول كيف ستترجم ما ستخرج به من قرارات اليوم في هذه القمة على الأرض، وبالتالي للضغط على إسرائيل وأيضا بالتنسيق سواء مع أوروبا أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن هذه القمة الآن أثبتت أن هناك موحدة موقف على الأقل من ناحية الخطاب السياسي. يبقى الحقيقة
أنه يتم هناك أيضا بلورة هذا الموقف، وأعتقد أن السعودية في هذا هي الأقدر على ذلك، طبعا يضاف لها مصر وبعض الدول الأخرى، بأن تعمل على إيصال الرسالة بشكل واضح للأصدقاء الأمريكان، هم أصدقاء بالنسبة لنا الحقيقة، والأوروبيين، بأنه إذا أردتم سلاما في هذا الإقليم وأيضا سلام لإسرائيل على وجه الخصوص، فعليكم أن تحترموا رأينا وموقفنا، ونحن لن نستطيع أن نتنازل عن الحق بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. هذا ما تربط السعودية بالتطبيع، وهذا ما ينبغي أن يكون عند الكل. هذا جانب. الجانب الآخر أنه إذا أنت لم تحترمنا كصديق لك تأثير على إسرائيل، هذا يتطلب منا أنه إحنا نتعامل معك ومع الآخرين بشكل مختلف عن السابق. يعني يكون لنا علاقات مع الشرق، مع الصين، مع روسيا، مع غيرها، أفضل من العلاقة معك. والعالم الغربي يحترم مصالحه ويحترم لغة الحقيقة الاقتصاد. وأنا على يقين شخص مثل ترامب يفكر بالاقتصاد الحقيقة، برنامجه الأول اقتصاد وأمن وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه ينبغي بالفعل أن تصل رسالة إلى الرئيس ترامب بأنك إذا أنت لم تنصفنا فسوف نعمل على إنصاف أنفسنا، جانب أنه إحنا يعني تكون علاقتنا مع الآخرين ربما أرجح من العلاقة معك، والجانب الآخر أنه هذه القوة التي يوم من الأيام وقفنا ضد تطرفها قد نتساهل في تطرفها بسريع العبارة، لأنه الحل لم يعد يجدي أن نتعامل معك بلغة السلام. والسلام الحقيقي كان مطلب الجميع وقرارات الشرعية الدولية، وليس الحقيقة متطلباتنا. يعني قرارات الدولية من 1947 صدر القرار 181.